بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعشر كي صدحات كنمذا كتاب كي صفوة الزبد لابن رسلان رحمة الله عليه، حير الشيخ رحمة الله عليه: أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان. والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا. إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي. بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهوات. فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان قسوة القلوب. وإن من أبعاد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي. وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النيات حيث تخلص. فصحح النيات قبل العمل وأت بها مقرونة بالأول. وإن تدم حتى بلغت آخرة حزت الثواب كاملا في الآخرة. ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تكمل. لو بيت بقى مقدمة ده نقدر من السماء عشر قسام وقسام مركا إذا سووا ذا برجعهم بعد الكيس أنت حاجة إن لو يشر السماء. وهي حير شاخ وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص. لو ذا بيت بقى نقدر منه حسوا ذي شاخ رحمة الله عليه علم إن لقى عشر بحية كيس السنن كمستحبات كه، أما كيس واجب كه، هدي عمل فل لوس مين ويو قف كه والعذابي مت كسنم كعاود أنت العذاب كهر. عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بوافق سني هاي. كدب شاخ وحيري وكل من عد كسته أو يعمل عمل سمين يس بغير علم علم لآن قفكي وح سمين يعمل أعماش كمده. أعماله من كأعماشي سقفك أعماشيسو مردودة مثل علنوي لا تقبل أمولبنا لا أقبلني. أن قفك مركو علم السمين علمي أوه. أما أن له مركو عمل السمين وحلو قبها هي عمل كا إنه علمي أوليهي إنه علمي أوليهي يا لو قبها هي الإمام البخاري رحمة الله عليه وكيبا بيسنجري العلم قبل القول والعمل. مرك أنت هذا نهدلين عمل السمينين حلقة قبل هاي هي عمل فلبة لقى الربع هدي لكن علمي بقى لقى قبل هاي
هدي هذا لكن علمك هذا سمينين وذن برانين عملنا إسك سميس شيخ وحير أعماشها مثل أقبل ماءها وسيئة كي وحير لما أقبل يو والو علنيا تاسوي عدك سوي قرن وسوستي كصارت هدي وحير والله أرجو المن بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص والله الله أمبان أرجوك الرجينيا المن قال ذيش إنه يقول قال ذيست بالإخلاص إن إخلاص إن أنا عمل كأسة مية أنا يقول أنا عدنا لو ذا جنين سو كان ويدي سنة يتان وحوي لكي يكون صدقه هذا عملك موجب الخلاص فكشمد واجبي مالك يوم القيامة إن النار هي عذاب كسي عقابتي سكبت بعضن كفكذا سوء واجبي والسبب يقول نقضه هل كان الشيخ الإلهي ويديستي عملك أسمين أيه حان كم إذا كتاب كان ألفه وتحذى وكذا أيه إن أو النقضة خالصا لوجه الكريم أن النقضة صابك وحاوي آخر وحاو احترأون بحي إخلاص وكجرة در إلهي الله السمي أبياد وكجاه ليانا مقدمة أصول الدين وكوكين دارا كذب حير مقدمة في علم الأصول مقدمة هذه مقدمة مت صاحب كذا برتا هرمرين ويو أقرانتي سيادتك صاحب دي سها أيك هرمرين مقدمة أو في علم الأصول علمك أصولك لحدي ساعتي شاخ نظمك حكاها لدانا أفر علم علمك ودحاويا أصول الدين علمك الله ودحاوي أصول الفقه علمك صدحاد وحاوي الفقه علمك أفرادنا وحاوي علم التصوف أفر تاسو أغاها لدانا حان محتواها أبوين كتابك ونظمين ينوها علم الفقه مركا تدواتني يدور بيد يصدني يدور بيد أو حق الضنباه يتدواتني يدور بيد أو حق نهراهمين انتك لكتابك علم الفقه مركا بحير مقدمة في علم الأصول كذب حير أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان أول واجب واجب كان أظهر على الإنسان إنسان كان كواجبية معرفة الإله ألا أقنش سذي سوي يبرشديس باستيقان سي يقين أهربها الغبرطاء أول واجب مد واجب كان أظهر على الإنسان إنسان كواجب معرفة الإله ألا برشدي سوي باستيقان سير طبقها أو محال به جري لغو بارتو سي يقين أي كجرت لغو بارتو سلاد أهري سي شاق رحمة الله عليه ومسالك السنطن عنوانك أي لهذان علمته أول واجب على الإنسان أول واجب على العبد أول واجب على بني آدم أول واجب على العبيد ومسالات ويمي سأيش عقائد هانا مسلوينك وهو وين بكمتا خلاف ربضان وكتاقن يهي هالقول بمري سيدا الشارحة أحمد آد أركتو إن الرملي الكبير فتو الرحمن كآد أركتنا وحاوي وحاوي إن أور يطوان قول قول كي أغو أسحسنا ويان بو الشيخ رحمة الله عليه معرف مثلا سحاوي بني آدم كمركة كوبات محاكو واجبي محاكو واجبي مثلا النحر كذا وحاوي سيانو وغان محاكو واجبي كود أوه الرئيسة إنو الله بدي شهادة وكوها الله وقرا مثلا انتو شان شهادتين كقيرين كهر إنو محال به جري الله برطا سوى الدليشان ايا آيات كيسا قرآنك اها كويسا محال به جري كونك اها رمان انتو هولها فير فيري كدبو شهادة كوها اللي مستمرك كوباد وحكوها اللي مستمرك كوباد شهادتين كوها اللي وهولها سوى الرئيسين كدبنا شهادتين كوها اللي مثل شهادتين يوكب الله ويا ومثلا أدوين أول واجب على الإنسان دين كوير ديران عذر دال بانك موج سداسة وكلاو حاسمين توقر ديران القرطبي شرح يسأو مستحف مسلم كوكله المفهم
وانتو آد مسألة دو ديري ويرى ديرتان كان ديري وان كعذر دالن ايا مركا عانو نهدان ديري وان كعذر دالن ميل كلنا ما آدي دوني وحينو كدو الهبسن دونا الإمام ابن حجر الهيتمي راح أين الإمام ابن حجر العسقلاني هذا الكحكي نجاوب بتاعه أين شرح عيسى فتح البارقة جلد كصدحية طبنا قف كي هاي استعلى الصبح سلمي لي جلد كصدحية طبنا صفحة قبل عبت الصدح بقول أفرتني سديد إلى الصدح بقول كنتن يشن أنت حقها الله يمسلا أول واجب على الإنسان مركب مسألة فضل ماء مسألة أدوينوي قولك أو شيخ مرينة عقيدة أيو كترجمة يعني مركب هذا إسكد المرطة تواد كهوغيون هديك لما بفهن سنيدة والا اللقمياء اللقمياء بيك هاقا إيمان إيسا تاسنا السحمه شيخ ماذا بي عقيدة كترجمة وانا مسائل العقاء مسائل العقدية مسائيش أبو أوينوي اللقاء هالله أقوال فربضان يكون جرتسيدة وشارح وتلمامي مركب إسكد الأرض ما أصحي وحين وكتل مانا حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتح الباري جيسا إنك أو كأن أنبقى ذهن الإمام البخاري رحمة الله عليه حديث كي معاذ من الجبل نبي صلى الله عليه وسلم ودري كبتاء يمن أها معاذ من يمن معاذو وحاذ اتقدون تاني من أهل الكتابة من أهل الكتاب هذا تجي دون تاعي واحد وظهر واحد وظهر رياض ويا رح النقضة إني توحيد كقرآن شهادتين كقرآن حديث كاسو مرك شرح يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه حديث كوه فهمي لأن فقه البخاري وفي تراجمه صماعين حب عبيست باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى باب كي كيمت ها نبي صلى الله عليه وسلم يرتان كي سوو يري أمد ديسا وقونا يري توحيدك ويري هل كاسو مركا حافظ بن حجر رحمة الله عليه وحيري المراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد إنه قرقفكو إنه إله كليهي عدك لنا عبادية وحبائسا لو ذاقن حضركتا حديثك ماشو مري الإمام البخاري ماشو مري حافظ بن حجر رحمة الله عليه توكدوا مري سوما جديد أن أرقنا مركز ذاتك يري أول واجب على الإنسان ومعرفة الإله هرت محيد دليشانيا مساهل كان مذهبا مثل مذاهب كلا كجرة هل كان يبوصلك كهيا انتا إنه أغاني وايا حسو أروريي رواية حديثك كمد أها أو أه فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله وير إلهي مركا يبارتانا يا قنصدان كدبنا الساعة يا كواك الأوية مركا كدبوا حيري وقد تمسك به من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين رواية وحاقب صدي قف كاستقال أول واجب على الإنسان محاوي والمعرفة رواية وأها عبادة الله أغير فإذا عرف الله الكاسي كل شيء لكن وينو أركي دونا سيد الله إسواف جنتون سيغانا سفي عن أو قرح بدن إسواف جنتون وهي كإمام الحرمين بيري إمام الحرمين الجويني حير أول واجب على الإنسان والمعرفة شيخ نوك قده بتقي شارح نوك قده بتقي لأنهم على مذهب واحد وي على مذهب الأشاعرة كذبنا وحوجي واستدل يعني إمام الحرمين بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد الامتثال وللانكفاف عن شيء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر والناهي ما شاء الله يقل هل كان ويش وحيث لهين وروحا سماء وفرطان وروحا كهر مسهر تقليس إلى الأقنصطة الآمر والناهي إلى الأقنصط مركا بعضها كأجر ربيس اللهم هي هدان كهر كإفرايس اللهم هدان فرطان مركا معرفة الآمر والناهي الله ومعرفة الإله تحسى كهر ريسي لهين أولهم كالوردان كذب والله اعتراض قول كيسان
dadkii اعتراضay اعتراض bay muujiyeen اعتراضkoodina waxa ka soo dhaxbaxay he madaahib aan sax ahayn dhamaantood laakiin baan sax ahayn laakiin waa sana sax ahayn waxa weeye wuxuu yiri wa'turida alayhi bi anna al-ma'rifata la tata'atta illa bin nadar wal istidlal barasho samaha barashadu maxay u baahan tahay cilmi daruuri ah ma waxay u baahan tahay ايش المعرفة النظر الاستدلال كسب فلان إن أدمي ربضان في رفير سوصامه شيخ تاسي أبو عن تايد المعرفة ده مركة تاسع كورين وهو مقدمة مقدمة الواجب فيجب فيكون أول واجب النظر هل كاس على قصة صاري مركة أول واجب النظر انت هذا بالتوحيد ككهلين وإن هذا نظر سمي سؤد ميلا في رفير سؤد هولا في رفير مقدمتها كد ميلات في فيرس محيكين معرفة الإله كن معرفة الإله كدبنا شاتين كي بعيمنا سيسار أنت سمارك وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك ابن فورك أو كلا حير أول واجب على الإنسان والنظر إمام الحرمين الجوين إن أول واجب على الإنسان والمعرفة وي وتعقب سجن الوسي دقيق تعقيب كان يعتراض كان مذهب كسر دلنطان حير وتعقب بأن النظر ذات ذو أجزاء يترتب بعضها على بعض فيكون أول واجب جزء من النظر صحبي لأن عقلي يكسس وتعصمه ما شاء مركع قشر متى هذا بسيج قلب بلايوم بكسر دلن وحانوي وحوله هذا أول واجب على الإنسان والنظر ده النظر كي يأقون شو صدى على وحكة عجب عن تاي هل كان ينات فيروس أو هل كان ينات فيروس أو هل كان ينات فيروس أو هل كان ينات فيروس نظر كأربن هل مر مو واجب مثل جزء من النظر بأمر كهر واجب جزء من النظر بواجب كد بعض هراء صعني سا استيب استيب وحير وهو محكي عن القاضي أبي بكر من الطيب وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني أول واجب القصد إلى النظر نظر كينا القصدون حكى صباح ماشى صدح مذهب أو صدح ذو بعض اللي يهم بحكى صباح أول واجب على الإنسان هذا هو الصواب بالوضع والقصد إلى النظر أو جزء كم ذا سو مقرن كده من أول واجب على الإنسان والنظر عادي كده من أول واجب على الإنسان والمعرفة وين حاليا وذا إن الله ضاو حعقيد إنك اللي في قوة سوينا شخص يا ماشى كقرن كم تجينا مركب سو مقرن ما نصيفة فاهين إن لكن كوي الله وانك لهينا صفاء وعذاب توركم وين صدح لهم ذهبك صباح صدق حامد هذا مركي كسب بحي عبارة عجيب وير حقيبا هذا الكسي وذينا عبارة عجيب هو يري أو حيري وحان شجع في كتاب الإيمان نكون شجع وحافظ الحجر رحمة الله عليه إن وحى قفك كجس هذا أو آيات يحديث كصص على قبص هذا إن وضد السحده وكتاجين يعني حان ويان آياته فأقم وجهك للدين القي للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها يا حديث يا كل مولود مولود يولد على الفطرة ظاهر الآية والحديث محكينيا معرفة أول واجب على الإنسان المعرفة المعرفة حصلت بالفطرة صنص ما إلهي إن لقرت الله أقوم صنص محكو حسن شيء بالفطرة كذب حيري حيري فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حصلت بأصل الفطرة وأن الخروج عن ذلك إنها الفطرة دي عاد كبح الله يضرب على الشخص قفك وحكو سو الدرينوي محائما مرك كسو الدرين لقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينسرانه أو يمجسانه سمو قرنس مرك واح كبح سن فطرة دي وقف أسامي يحاول قفك وخدك كباري ويان سمو قرنس تاسوي مر حيرش حافظ بن حجر مرك وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعريين أبو جعفر السمناني حافظ بن حجر يقول إنك رؤوس الأشاعرة مذحيوين أنت أشاعرة ذوي ومع ذلك مسألة النحوي أول واجب على الإنسان معرفة مؤه نظر مؤه قصد إلى النظر مؤه وحوي ولبن هذا العجيب أنه آخرين هذا الكمرك وقال إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه وأنه لا يكفي التقليد في ذلك انتهى قوله وله أبو جعفر السمناني ومرتوى ذا أبو الشيقيت ورؤوس الأشاعراء وله مسألة أنها إن رجل هذا أول واجب على الإنسان والمعرفة أول واجب كذا
الإمام أبو حسن الأشعري رحمة الله عليه في أول أمر وحوها معتزل تدبو كان قضية وكتبت كان مركة مسائل وحاجر تيبو يركوها الرأي ولي كبحين ويعتزال كيكوها وحانا كم يدها مسألة اللي يرى هذا أول واجب على الإنسان أول واجب على الإنسان أول واجب على الإنسان المعرفة هذا وحيالها كتر المقرن وصوى ضاي مسائل ووين با كتران وحيان قفكو لا أشهد أن لا إله إلا الله ودو إسكره إسكره التقليدين يوحي الله شيء مسلم بماها كتران إيمان المقلد بيميز كساريا مسألة وين با كتران مركة مركة مسألة محولة هي وذاتك هو مسائل شيء معتزيلة ومذهب كي وليكو جرتاء بحسن الأشعرين صار عليوي كدبنا رك بضم بوح كسر رعي الإمام الغزالي وكسر رعي قول السجن وح رح جلأ عليه هؤلاء حير الإمام الغزالي أسرف الطائفة فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية بالأدلة التي حرروها فهو كافر فضيق رحمة الله الواسعة وجعل الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين دي اللي يراه ذا ويراه وش سنة هاكو سعد كدب عوام المسلمين وإن لجاليسيين نقن لأن مسلم حد كنا قنا إيسا ومؤمن كنا قنا إيسا قواعد المتكلمين دجيين إنا الرعضة مر الله على مركة تار رعضة مركة أم بعد حرادة إسلام كسوق ليسا قواعد المتكلمين تأهنا بقول كيف السقاشا وح راعي ومجر وصامة مركة وحكا قلنا إيا إن رحمة دي إلهي لعيريديو جندا نلقوك إليو كوح يرعو ها حال دي جري متكلمين تكملا هذا كهذا اللي منها أبو المظفر السمعاني باشي كده من وقود إرادة إنه هذا في الدين الإمام القرطبي تاني الشيء هذا الكيس هذا الله والآخرية إن الله نقدان رتشيني يا والله آخرية قف كي كستو إشكالي شبه أي أهر مرتي إنه هالك كجيب وكتان رتشين هذا لا ذوق غير متكلمين تنا آد مرة ميزانك وصاري إلزامات فربضن وكو إلزامين يا هذا الآد قرحون قولك الله شرية وقصص صار يا مركز دمبا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى مقلد أبد ليذين صحابتي بقى مقلدين هاي تابعين تي بقى مقلدين هاي هورت آن أيوب محل به الشري يقال حديث كوكو كانين وحوها حديث كه أبغض الرجال إلى الله الألد الخص قف كاس مرك وحويلي وقف كل عين يا إله إله أدتك وقلنا عبيه وكم ذي وامتك حجج فاسدة أنت ورصد الدين تقول دفاع فما بالك أنك حجج بعد إلى هكسو أروري أصول الدين هل قاسو آد حال به جري وقه الله يا كدب وصيح هذا لا يوم هذا لا ينتسي وحكم ذلك وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين كما يقع لأكثر المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف أمتي إلى طرق مبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفساطية أو مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الأخذ فيها شبه ربما يعجز عنها وشكوك يذهب الإيمان معها وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم لا أعلمهم فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلها وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمها هذا هو المتكلمين تهوش وضع الرعب مركز الدنب شبه وحاكو قلت على الآذب يسكت دفاعي كريم مركز لغاية وشكوك لن إني كوكوك على طول مركز الدنب الدين تهوض أقب حدا هول بدني بلاي كوكوك نعو تاسوي كده بحوش يا غي إن ركف ربضنا ومتكلمين تيها مركز آذب لحق لين علم الكلام كا إن أي كان مقضين سيلادنا علم الكلام وي أصل هو هاي صح مركز كده بحير وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق فرارا من التقليد والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف هذا كلامه أو معناه وعنه أنه قال عند موتي يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به وي ما هو الحرمين الجوين وهذا الآد عجيب وهوي وحكست سانو أردي إن بضا ووين أفولي إن ميلا درن عن كدعي أنا التقليد أنك عرية بالإله سأبقى أبرلا يعني ميلا كدعي دعي بيركدي الحمد لله هذا وان كسر نابتي كل إيماني أنا بحال جسوا جريان ويلا رجاني أو ها علم الكلام كوح بحث كم مشغولين هدان أجهي وحو إجارسين إجارسين يا مركو راو ما أنا إسكو هولين إمام القرطبي كدي بحير رحمة الله عليه
ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقا بالذم. علم الكلام كان هيه سلام محمد أوير وحين أنا مقرن صلتوا عقائد فرب الله أبا ينواس وصوت مركب أين تأصيل كدقنا رب حليه علم الكلام كلبا مسألة بس هديس كتشري لهين كليها أو كوكل إسكبدا لو ذا بس وحا أوقف الآن لهي العي لو ذا كليها لو ذا مسألة محي كو إحداهما قول بعضهم أن أول واجب الشك حتى الشك ذا ويك يعني لأن القصد إلى النظر كلفتر كذا وحيد لهين ومن قصد كو الشك قصد إلى النظر نظر معرفة كدب كهذا انت ارى جران تبقى دعيسا ولا دوم اول واجب على الانسان الشك اول واجب على الانسان القصد الى النظر اول واجب على الانسان النظر اول واجب المعرفه هاولا دن مركه وحيري مساله ذا يا مساله كلا او غفلان علم الكلام انه مذموم يعني احداهما قول بعض ان اول واجب الشك اذ هو اللازم عن وجوب النظر او القصد الى النظر تاسويا لان النظر بان سمينه واجب نقضي سمى الهدين ها القصد إلى النظر ها كود وارس الشك ارتي إلهي متشلهي بسم الله أولا لك الشك كدب هالوسع وصع قابك وصع ترتيبه وإليه أشار الإمام بقوله وإمام الحرمين محل يجري نكم حواها إمام الحرمين سمين ها ركبت البحر الأعظم الدولهوي ثانيتهما وير قول جماعة منهم أن من لم يعرف الله من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمان هولها أيد جينا دير كم وين أنمرت كم وين أنمرت وين إله برت قابك أو برت أنا قابك حلولي وحن وحادث صومها حادث نواحن صومها وحاج رميت سدا سمي صوم أو لا أصلا تانا محل به جري هدي أنا سمين إيمانك وإيمان المقلد والنقل وإيمان المقلد لا يصح بيني قارف رب الله بدأ مثلا بس أوقف لأن علم الكلام إنه مذموم يهبير كذب الإمام الآمدي في أبكار الأفكار يقصر راي معتزلة إني مسألة أصل أولادة وأبو هاشم ومن المعتزلة رجوا على أبو هاشم أي حوير من لم يعرف الله بالدليل فهو كافر لأن ضد المعرفة النكرة والنكرة كفر قال مرك أمدي وحير وأصحابنا مجمعون على خلافه وإنما اختلفوا فيه فيما إذا كان الاعتقاد موافقا لكن عن غير دليل فمنهم من قال ومؤمن عاسى كذا كذا هذا قول كيسيو يسقون السيد حقلنا وأشاعره لكن من كدوا أنه يقول له السيد مني حلي أبو هاشم المعتزلة ذو أنا أصل ماذا بكذا ما يشكو بالوضي ويان أما محل يجري مثلا أصل وها قف كان إلهي الدليل كبرني قواعد المتكلمين تأم كبرني وقال لماذا لأن برشا محك السهر كذا أقول الآن معرفين محك السهر كذا نكره نكره ذن وقال نقوله كذب أبو المظفر السمعاني هذا وكسر هري ودار يا جواب وكجواب وآذ فربضن تموضع آخرين إينه حال الهجري هل كهلا قصوا آخرية كذب الإمام القرطبي يا وحوش شايفين نبي محمد صلوات الله ربه وسلامه عليه يا السحابة دي سي قفك إسلام لماذا سوق لي عربتك ودي فكفقايا السنم كعابد الجريئة مر الله لمرك الشهادتين ككوحد لان مرك هذا اللي جاء أقبله يجري، هرت الشك اللي مد يجري، فير اللي مد يجري، وقصد اللي مد يجري، إلهي برا اللي مد يجرينا، شهادتين كمرك كوالله بس هلا أقبله يجري بي. سير راعي حافظ من حجر وحير وفي كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر المعنوية الدال. أو الدال على أنه صلى الله عليه وسلم لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيما جاء به عنه فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لا صاص معي تاسوي ها ها أسلم تسلم وسلم اللي يجرون توحيد كقراء وسلم اللي يجرون بسوي ورمعرفة ياشا ورشكية ورنظر ورقصد النظر مجرين شخص نبي صلى الله عليه وسلم بأن الدين تكجد هينا كذب متكلمين وسيد وجدوا بيسان قول كأي هوش النبي صلى الله عليه وسلم كأقبل الشرين عذر دال بيورام بأنه موتيان هوش هذه وليكو ستاجين هيدا واعتذر بعضهم أقوه متكلمين عن اكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بإسلام من أسلم من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة إيش المبادئ أصلا دين تابلو هيد هوش وابلو مرك وحبا معرفية قسم مرك الجموعي وأما بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب العمل بالأدلة
الدليل إلهي الله مرال رواه مركب وحير ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد محك على الريان تقليد وهم أول داع إليه التقليد خلاص أغيره أغهر سيئة كوكعة لماذا؟ حتى استقر في الأذهان محاكسون هذا أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها وإله الله مريا فهو مبتدع ولو لم يفهمها مبتدع معنى هذا الحكاية لك أنت نسوى التقليد سما ولو لم يفهمها ولم يعرف ما أخذها وهذا هو محض التقليد ويولا قال فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفة الله تعالى والقول بإيمان من قلده وكفى بهذا ضلال صلاة ما هوش السيسيس أعتمان هذا حدال أنك هوش نظر صوم مرتنا قال باته حدال محال ليجري هوش النبي صلى الله عليه وسلم كتبت الدرية سلانه هدال مرتنا محال ليجري ما يتا هدال مرتنا قال باته تانا هدال صوم مرتنا هي مؤمن مسلم موحد عطان هوش هاتي مركي دم هوش وضو أي نقطي كذب بل رواية ذي وحكي عصي إذا عرف الله أنك هذا اللي كذبنا أنك بحم واي حير الشيخ الحافظ بن حجر رحمه الله عليه وقد بينت في اواخر كتاب الزكاة ان الاكثر ربوه بلفظه فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اضاعوا لذلك لك بذلك كده من بسيبة اكثر الرواه لفظ قوض وحاوي وحاضوية لا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومنهم من رواه بلفظ فادعوهم الى ان يوحدوا الله فاذا عرفوا ذلك ومنهم من رواه رواه بلفظ فدعهم إلى عبادة الله فإذا عرف الله وجع الجمع بينها بين إيش الروايات أن المراد بالعبادة التوحيد والمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين وأتي أورس وكفر سيرس ما لكن مركو سومر ترجمة مركو سيشرحي وحيري والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد وقوله فإذا عرف الله يعرف توحيد الله والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعي فبذلك يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة وبالله التوفيق وير كده من فوائد حديثك قال فوائد فإذا ذكرنا الحكر دقي وحقفك مسلم كأوه الرياء وبرنا يعني تهاي أما كوا جب يده إنه شهادتين كوا الله حديثك أنه وقعت أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان ها يعني كتاب شغل مثلا غير الشهادتين marka aad dhinac muujir ah daday meeshaan waan rajaynayaa inaad ka soo akhridaan de meel kale na xogeyn hadaa si dhax oradaan hawlo kale madax idin la geelay bal inta aanan qaban karto in isku day marka aqwaal fara badan baa ku jirto bidcada 10 oo midule laakiin midii uu asaxsanayd buqare midii uu asaxsanayd ma aan dhahne awl waajibin ala insani wa an nutqu bishahadatayn wa yahadith kas baana dalil wa hawlaha dhan iyo culimada iyo hawlaha sanadti aan istinaas ku sameeyay حير أول واجب كان أوه الرأي على الإنسان إنسان كي ابن آدم ككو واجب معرفة الإله ألب برشد سوي باستيقان سيقين أو ربها لغبرته كذب حير والنطق بالشهادتين اعتبرا لصحة الإيمان ممن قدرا إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال حير والنطق هذتان بالشهادتين لبذي الشهادين لغوها الله اعتبرا والتحقلي والشرط بالقرد لقل بصحة الإيمان إيمان كأسحتين كيسا شرط اللغة لغي ممن عد وكأصحة أما ممن عد لو تحقريه شرط اللغة لغي قدر أوديك هذا وصقورما وإن صدق القلب قلبه هدي وتصديق لغيه لئي الرومين هدي لغيه لئي ويكون نقضى هو إيمان كي نقضى ذا نقص النقص مدء صاحبها بالأعمال بسوي الأعمال أعماش السبب كذا وذا كمال كمال مدء صاحبها بالأعمال بسوي الأعمال بي. علينا معناه وحيري والنطق هذا بالشهادتين اللي بدي الشهادتين لغوها الله اعتبرا والتحكي ليه والشرط بالله قد لقي لصحة الإيمان إيمانك السحتين كيسان ها شرط اللي قد لقي ممن عدنا اللي تحكي ليه والشرط اللي قد لقي قدر أوديك هذا الكذا وإن صدق القلب قلبك هدي ورمي يكون النقضة هو إيمانك هو النقضة ذا نقص النقص مسقان مد وصاحبها بالأعمال بسوي الأعمال وذا كمال لما يصير مد وصاحبها بالأعمال بسوي الأعمال هل كان لما مسألة عقيدة أو لما مسألة الله وقرأ أي كوكال أمين وكوكشرت مسألة كوباد وحاوي إيمانه محاته
مركي لقيح يو لتعريفين يو هذا الكشيخ حكم وقضى شرحنا وكو شرحيا مسألة أن وافق سنين قولك صحبة محانوية إيمان وحالها تصديق القلب بس واي كو هذا الوهد لينا بالكور كو هذا الكوف وشرط إيه جزء معه قف قصته هذا كتاب كان كتاب كان نواس كان غاية هدو هستي فتح الرحمن هدو هست ماشي أشاق ليه هي حيري وهل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه والتوارث والمناكحة وغيرها غير داخل في مسمى الإيمان أو جزء منه داخل في مسماه قولان ذهب جمهور المحققين إلى أولهما وعليه من صدق إيش بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله وهذا أوفق باللغة والعرف وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما كد من حكم إلزامه سلاذ الحاوي النطق بالشهادتين الإقرار باللسان إيمانك نحر كيسية أبتي سم كمديه ما هي ذي سم كمديه مس كمد مؤها سلاذ وأنتس مس التصديق كليئها شاق حليه الله وقول بكجرت مش شرط إباع مش شرط إباع من حكاية أنت قفكي هدي وتصديق لجهله وسن أفكي كجهله معنى هذا عند الله هو مؤمن عندنا أبوس مؤمن هين مرك عندنا سوء مؤمن النقض وإنه ها كهذلا مركاسا كنت كنينا مركاسا إسلحلو إيمانا يا مركاس إسجورس الشيء إيمانا يسا هولاس هذا تصديق بس إيمانكنا وشرط لصحة الإيمان هذا هذا هو تصديق محل يجري إقرار في نطق جنها وشرط لصحة الإيمان. مستوحان هنا وجزء من مسمى الإيمان. يعني إيمانك وحبك كونية تصديق إياه قولك إياه أما إقرارك أما النطق بالشهادتين إياه كان كلا يسواص على عملك. ورك شيخ يجري جمهور المحققين وورك ما تريد يا شاعر ذوي أبي حسن الأشعرينا. كتاب كيس إبانا سيدعك وما قرأ بحسن الأشعري كتاب كيس إبانا وحكو قرن نؤمن أن الإيمان قول عمل يزيد وينقص إيمان كما هي ذي سمركم حكرة قول النطق بالشهادتين يا الإقرار بكرة قال يها نقوله ومحققين تا وما تريدي إيها ركف ربضان كم إذا علم ذا أشاعرات ركف ربضان وباقي اللاني أبو منصور الماتريدي وبسي هري محل ليه جري باقي اللاني جويني رازي غزالي شهرستاري ركف رمضان وله مركب قول المحققين واساس مركب ذهب جمهور المحققين إلى أول ما أنت تظهر المحققين تحسدن إيه هذا يور المحققين تقولين يا وركي راجع حاوي الله أراده هولها ليس هتبقى ليس هولها ليس هتبقى ليس محل صحها مركان مسلدان شيغنا مسلده كلنا شيغنا مركاس بان قولك صحيح هو لو هي علمد وخي كليين ان راعينينا لكن هرت قولك وخو كفديه وا انت لان مخي كيري قفكه كو هادلي كرا وخا بخيا كي اخرسكا كو هادلي تانكو وا شرط لصحه الايمان سي اسدخل وي ماذا سكورس شاي اماتو هدو دينتا انوغو توكنا تام باي شرط او تان اي وخا مهمك وخا ويان تصديق القلب وركا ما صحها بحسن الأشعري بان كسر رنين وصحين أولا كلمنا عن أركتانا سل هذا الكلام إيش كجرت وحاويان عملكم مسمى الإيمان كمد ميا جزء من الإيمان ميا مسمعه مثل هذا الغدوي وتوليه وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال أسيله تانا ركف ربضان وان أشعر أهين ماشا يا كو كوبادي وبي أنصح عملك كتغي ورك أها شيخ إن لي هذا عملك إيمانك كمد معه وورك هرت مرجئ أدي أبوه ينتاس حكت دلنا يا مقرن سائل وابن باك دلنا حاوي إيمانك قفك خمر قال لفر ليا شاد كان هلك أكون إيمانك سوى إيمانك أبو بكر إيمانك النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيمانك جبريل ويا ساس حكت دلنا وقت تاسوي
الإمام الطحاوي رك بدن وآخر استيبا منش جوا محير محير. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. صح ما وركس إحنا كسر رأي جعفر الطحاوي عقيدة دي. عقيدة دي النعمان بن ثابت أبو حنيفة لبديسي صاحب القاضي أبو يوسف هي محل دجر محمد الحسن شيباني سوماين تا عقيدة دي بن مش كفر سوماها صاد درت وقبة حي ما جع علي هذا إني منك حنافتة مرجعة الفقهاء بالي هذا سو مقرنس ماشي وقبة حي قال هذا أكرر علي وماشي وي مركو ماذا بكيس محاوي أبو جعفر الطحاوي رجع قالنا وماذا بكودي أولاه حوله والإيمان واحد وهالقم بس إيمانك لا يتفاضل ولا يتفاوت وأهله في أسره سواء وإسكمت كخمر دعابة يا مؤمن كان يا أبو بكر وإسكمت حلو كل تيجون حاجة يا خشية يا حاجة يا ولا هم وين وإسكمت محسن يمرك أخرج العمل من مسمى الإيمان كم يدمير وجعل الإيمان إيش شيئا واحدا قول كان قولك سحلا هاي ما أن إسكو قبرنا مرك هدا هاي كوه قولك إقرارك إنه من مسمى الإيمان يهي عملك نؤيه من مسمى الإيمان قولك سحدا إنه يهي ننكر رواه إنه آخر استنى كنت فربذن بكبوكان كرا تابضا وقع عجيب سمع حاكم إذا شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمة الله عليه الإمام الحافظ المجود المفتي أبو القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي وآفر بقوله سديد تونكي تاريخ الهجر كمركي مريسي جيريون كتاب كيسا شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة بقول صفحة كما يرى أنه مالين أنتو قاعدة لقي مسألة بقول صفحة وأقوال بضن كسرين أن حوش يا جاي عملك إن من مسمى الإيمان كم يدعير والدلالة على أنه عمل وما يشون مثل هذا كبلا قال الله عز وجل وما أمروا آية ذا فربضان وتأكيل كريم بما يلبضان وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فمن كان يرجو هل ينظرون إلا ويكجر تهدي أو كسبت في إيمانها خيرا يحديث الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أعمال تريح حقيقة ويحيري فإذا فعلت ذلك فقد آمنت فأعمال ما هي محل شيء إيمانك مرك فدل وحير الإمام الله لك وحير فدل على أن مجموع هذه الأفعال إذا أتى بها فهو مؤمن به فهو مؤمن ومؤمن به عماش آمر كل إيمان تاس إيمانك كوها لما قرأ كذب نوحوش يا رحمة الله عليه صحابة يا قول كايلي قول كايها الصلاة من الإيمان الصلاة نمحي عمل بها سمو قرنيس وحيري وبه قال من الصحابة ممن تقدم ذكرهم كوح وكسو الشكي في أن الصلاة من الإيمان عمر وعلي ومعاد وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء والجابر ومن التابعين عن الحسن عمر بن عبد العزيز وزعيد بن جبير وزيد بن أسلم ومجاهد رب ذنب تري كدي من الحويري ومن الفقهاء فقهاء أي كدي من الرقب ذنب كشاك وحويري فقهاء وحكيم ذنب مالك بن أنس عبد العزيز بن أبي سلامة الماجشون الليث بن سعد الأوزاعي سعد سعيد بن عبد العزيز بن جريج سفيان بن عيينة نافع محمد كذا كذب الإمام الشافعي وسود سفيان الثوري وكيع حماد حماد بن سلمي حماد بن زيد أحمد سعيد القطان عبد الله المبارك راق بضام وسود أحمد بن حنبل إسحاق بن روي راق وكسوها الشك لما أنت دحي لين صلاة ومن مسمى عد إيمانك بيكمد صلاة ودواء عمل ويسو مقرنس كذب أقوال الأورها إيه مصرر رينا سونا مصرر أقوال الأورة وكسر رأي الإمام الشافعي مرك الإمام الشافعي قول كيسا وحان كل الدين إنا مقرن توايد فربنا يا حديث فربنا ما نسواش وحان كل الدين إنا قول كيها عشان عرادة هي التصديق فقط أها سوما قرن إيسا يا قول كي مرجع ذا أها عملكم من مسمى الإيمان كم يدموه الله والله صلى الله عليه وسلم سرعين هنا وحيري الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول يا بح يا شاعر سمجد وعمل يا بح هاونية وتصديق هوشي سمجد وحير لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر ست حوائن سلا سعلان مركز إيمان لا يرى ست حوائن سلا سعلان الإمام البخاري رحمة الله عليه وحيري حكى صهر ريا الإمام الألكائي وحيري لا بقول حيري كتبت حسوري حسين بن محمد الوضاح هي مكي بن خلف بن عفان
وحي ليهن سمعنا محمد بن إسماعيل يقول كتبت عن 1000 نفر من العلماء كن علماء كم ذها يوزيادة بمحك قريبية ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل ولم أكتب عن من قال الإيمان قول بس يعني وحقيقة ما تساري رك أسان أنا يحك قريب شريبي رك عقيدة ذو إيسا حتى يحك قريب شريبي سماذا فهم الإمام البغوي رحمة الله عليه حسين بن مسعود شرح السنة البغوي المحل يجري مجلد كوبال صفحة صدني سدين صدني السقال وحن أشيغي يا صفحة مجلد قف بير الشاك شاك دات كدد واوين ويا محاكو دعاي وحيال اللي يريو اللي يسوي التقي ويري الإمام البغوي اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم كذب أعمال بلغ شكية صلاة دي زكاة دي مؤمنين تي ويسوم قرنيس ركاسيكش حجر كذب فجعل الأعمال وبغوي فجعل الأعمال كلها إيمانا وكما نطق به حديث أبي هريرة وقالوا وعدتك صحابة ذاتي إن الإيمان قول وعمل وعقيدة وعقيدة تصديق وكذا سوم قرنيس يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في الزيادة وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء دي الزيادة نحكي ما تهاي حديث آيات آيات القرآن يزداد إيمان ويزداد الذين سمع قرنس نقصان حديث النساء يكون ما تناقصات عقل ودين سمع قرنس هل كيف يكون ما هذا ناقصات عقل ودين الزيادة نحكي ويشوف يقطعنا يا نقصان كله واحد كسر الزيادة نقصان بقطعنا سمع قرنس تاسو الإمام عبد البر رحمة الله عليه كتاب كيس التمهيد كه مجلد كالصقالات لو بقول صدني سديد وحجري أجمع أهل الفقه والحديث أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بالنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات كلها عندهم إيمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مجموع الفتاوى مجلد كتضوى الله بقول يستغل حيري القول إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة من شعائر السنة بكمت وحكى غير واحد الإجماع على ذلك صارنا إجماع صار رسمير وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك في الأم وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر أنا مكبر قلتين هيا وي عنكم أخونا مركة مركة سدح لها مسألة وإنها سفي عن أدوها يزيد مسألة كواد حياة أول واجب على الإنسان مسألة اللبات حقيقة الإيمان حقيقة الإيمان ومسألة الله تاسا مرك الله بقى يكرح بحيو ما التصديق بالقلب بسها مس محل ليه تشري محل ليه تشري الإقرار كي وكتشرة ما الإقرار ويا التصديق بسها مس عمل كي وكتشرة مس كم وكتشرة ما شاء الله صعد سميني فهم وإيش كذب حيري فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذات تجديدي بكثرة الصلاة والطاعات وترك مال النفس من شهواتي فكن أهو فهذا السببية كانت مركب فبسبب زيادة الإيمان ونقصانه ثم قرأنا كن أهو في مزيد زيادة دحل يدمتك الصغن من الإيمان إيمان حقي زيادة متك الصغن أهو وذا تجديد وكن أهو ذا تجديد وي مت عسبونيسين وصاحبة في صفاء القلب قلبك إنا تسافق رئيسه بكثرة الصلاة الصلاة بطنتان كذا ككر بس أما هذا هي كل عسبونيسيس والطاعات طاعات كبنديدة أتكو كرديسة أما أهل كعسبونيسيس وترك ما شيء كتريتان كي أتكو كرديسة كعسبونيسيس شيء كتريتان كي أول النفس نفته سجناري ومن شهوات أحيالها إجعشها يا حان دهني فكن فادوا السوي صمنا ليش كن أنت وي في مزيد إنه حان خبر وقعد جنين كان هذا صمه من الإيمان إن مزيد كان كتعب لجني صمه بدأ تجديد إن ديتار خبر كان كعلى فيني صمه قرنيس حق محرك على قاعة المياه سوى 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 أطفق أفكر كبا سوى كده هنا ما لك العالس كنا عايد وكن ذا تجديد يعني وذا تجديد أهو في مزيد أهو وذا تجديد أهو في صفاء القلبنا أسبوني تجديد كنت على وجه السماء بكثرة الصلاتنا أما مزيد التجديد لا أمك أركب أقول كنت على وجه نيساء والطاعاتي أقول تركنا وكاس شيخ مركه وحي يدي مر بهدو ايمانك كوكر ديو عملك
عملكي أود يريسينا هدي أمحال به جرى وكن سقامي إيمانك مركز وحل وفري وحاويا إن هد إيمانك أجي كردي سو حد كردي نيسا صلاة بدن إياه طاعة بدن إياه نفط واحد عشاء إنا كتكت سيدا كلا إن أد محل به جرى قلبي جاك سافي جرينتي زاد أسبوعني سيسو شاله هداك سافي سي وكان ما انقله هبل ما انقله سافي جريس شاله ما أنت نسافي جري حد كسافي جري نيسا كأسبوعني سي نيسا صلاة بدنية طاعة بدنية نفط واحد عشاء كتكت هو أنا أدقي من بدنوي فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذات تجديدي بكثرة الصلاة والطاعات والطاعات وتعميم بعد تخصيص نوي لأن الصلاة وطاعات كمته وترك مال النفس من شهواتي لأن نفته حال به جريواء المعرورة قلبها صادق الشويان قلبها صادق الشيء ماشي مرسويان وحكستنا وحيج أيضا جعشه الله لم حال به جري وحيالها نارتا اللو هريري وطن بيضو جعشه شهوات كاي وحين الرعب هذا لا ذو قيمي بضان قفك إنو أخرياء وانا بضان اي كتشرتو أيو الشيغي شارح رحمة الله عليه ولهي لما قدم أن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصها أمر المكلف محو أمري بما حاصله كن أيها المخاطب في نفيس عمرك من الإيمان في تحصيل مزيد عليه عمرك هذا أنت سنفيسته وقتك سوناك سوحا كد داشا ناضح قررسطه بكثرة الصلاة والطاعات المفروضة والمندوبة وترك مال النفس من شهوات نفسانية أو بهيمية محرمة حيالها حيوان ذا محال له جري إليه أم حران قتام كران وإياك ثم إياك أن يقع منك نقص في إيمانك تآذو قدك تونو بكير محمرك كن سقامي بارتكاب معصية من معاصي الله تعالى فتقع في خسران عمرك النفيس الذي لا تعدل لحظة منه الدنيا وما فيها عمرك هذا النفيس الدنيا دن إيوحا كل حجيره دن أمرك ما عمرك هذا خالصا وهو رأس مالك الذي تربح فيه السعادة الأبدية السعادة الأبدية رين رين يا براري بشبشت هذا ربطان هو ناكسا محال به جري رأس مالك و وعمرك أقوي والعيشة المرضية وكن دائما ساعيا في صفاء قلبك من الكدورات البشرية وحيالها علوها وسخذها ذات تجديد له كأهو فكلما صفيته من كدر وحدث فيه أو حدث فيه كدر آخر من جنسي أو من غيره سعيت في تنقيته منه حتى لا يزال قلبك صافيا مركز طأو وسخ يوحيك سدرست كان نظيف هذا نوي كسودرس كان نظيف هذا كان نظيف ساكود ولقاس بير وأنت بالاجتهاد في إصلاحه ساعيا بكثرة الصلاة والطاعات هذا الكلام كثير قيم بدن يوسي الشيخ يا رحمة الله يعني كذي الحير فشهوة النفس مع الذنوب مجيبتان قسوة القلوب وإن من أبعد وقبل قدرتي هذه وإن من أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي الحير فشهوة النفس نفط وحى أي شعشها مع الذنوب ذنوب لجرن كيد حال وهي شهوة النفس موجبتان كو واجب وهي اللوضع قسوة القلوب قلب انجيج يا قلب قليل هي واجبين هي وإن من أبعد قلوب الناس تتك قلوب طوضة كن أوفك من ربنا ربك إن كفك ربك الرحيمها قلب وهي قلب وقاس قلل انجيج حكي رشاق رحمة الله عليه نفط وحي جعشها يا ذنوب وحي واجبيان قسوة القلب قلب جاي إن جيغو ألانا وحا نحريستيس الله نحريست بضان وقفك أنشب بضان آذ وقفك هذه وحا ويان وقف قلب جيس وقللين هاي ويان إن جيغو ويان قسوة القلب قسوة القلب جاس ومالك اللي بحديث وشاري اللي بدا حديث كان ضمبي يساقو حتى سيكا استهديل لو دو دوي مسوك عاي كان هرانا حوي ويره جيت من كران سميني كران علماء قال كذا التحسين إنه ويجران لكن دي آيدي يا حديث عن عد أقله يلا بدأ بيت كنت القتمي بعده كراي وقرني ثم قصة قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة سما قلوب توي إنك تايو الدنوب تلي إنك تايو النفط واحد جعشة الرعدي لي إنك تايو سيدوك لو قرني النبي صلى الله عليه وسلم قلبك مرك الدم في سمية قلبك إذا وحرق السمينة إيش نكتة سوداء والوسن سما قرني كتبي لا وإنك جهدي الكواسة كنت القتمانة حديث كان هريرة الترمذي كجرى عبد الله بن عمر وورينه وليه هذا الكا النبي صلى الله عليه وسلم بايري هذا الكا بعدين واحد ذكر إلهي هكوب بعدين هذا بعد سان صومه
وحد كده حليسين قسوة القلب إلهنا وحوقفك القلب القاسي وهذا وقفك حديث كاس السجع إمام الترمذي على لفت الكيس وحليه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب أيوله إبراهيم بن عبد الله بن حاطب كاس عليه شري علمنا وكاه الله المهم جرحي التعديل من اللي قوم الشيخين إن الجهالة كجرت سي أبو الحسن بن القطان وكله والشيخي حديثنا مركي أسوأ أروريين علماء الإمام المزي وكلا تهذيب الكمال كيسا وكلا نحن ليه جري سوى الجرح والتعديل كي من أبي حاتم كسر رأي أبو حيوري لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا من مؤوسا كشيء كبير لا جرح ولا تعديل الإمام الذهبي كتاب كسي ميزان كان حديث كان بو الشيخي كد من أبو قبته وحيوري ما علمت فيه جرحا وحي جرح أمؤقي بويري حيثنا حجر التقريب كصدوق بويري حيوري كسيها الله المهم حال ليه جري ولين مجهول الحال أهويا حديث كيسو مركع علماء قار كأنه التضعيفين علماء قار كأنه التحسينين لكن كواس وقالوا بدور فرليا هذا الكيس وهي حديث كن كلك أها مسند البزار كجرى أنس ورني وها أفر وحلاقة ذا قل درهان شيء يقفك الشقاب وكقاضية أفرت وحوي جمود العين مركي دينتي وعدك للشيء إلا بك عما إيمان يسو إن الشادي أي وين ككتي تلوات وحوي وقساوة القلب قلبي جاي وقلالنيا تكلوا حوي طول الأمد وما أنت فطال عليهم الأمد فقصد ديدة تبا كل عام ما أنت لما حد هذا كان يكن الحرص على الدنيا طبقا يهولي يهولي ناس كم مشقوشون هذا هالكاي كنت ركتيها عاد قشوا الظاهرة أنت وحلا قذاب ويريش من الشقة حديثك وضعيف لون ضعف جيس آد ودرين رقاق هذا وحكوا جرا متروكين حديثها رقاق ومنكر الحديثها بل قارك هذا علماء قارك وضعك وشيء بل كتب تلقيت اللي فيها كان قاربة حال بيجي الحديث كان يعني وضعه أما الوضاعين وكل الركبة كده ركوا جرا كده إنك باب الحديث كم يجرى سماه وعمل كله وعلم ياد والديروية وركيس كنا هذا كوا كلاط براتي والتن كسر وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص حقا إن الله فرد يا سماه الحمد لله عشر كان شيخ هو الله وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية حيث تخلص فسحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول وإن تدم حتى بلغت آخر أحسن الثواب كاملا في الآخر حير وسائر الأعمال أعماش الأمانت لا تخلص محال ليه جري مفكينيس صاحب كيت يا كسمين يا لا تخلص صاحبها لا تخلص فاعلها إلا مع نية النية لجرين كيت حال ايتهي أنمويه حيث مال تخلص الله برحتر يوم إلهي إيه فصحيح سحيال النية النية سحيال قبل العمل عمل كهر وأتي لئيم بها نية دي لئيم مقرونة حال ايتهي لحرية بالأول عمل أول كيسي باللويس وإنتو ديم هدي أجوكتيس طاب بلغت إلى أتكجر آخره عمل كآخر كسادين يدي ولا حاضر كوبتين حست وحات كوبيسة الثواب أو المرن كاملا حاريه من ضماستنا في الآخرة آخر الأحداث هل كان مسائل طورها يوقعها الله سيدا شارحه وتلمام يو أفر مسألة مسألة كواد حاوي عمل أمانتي صائر كواد جرنيسين بمعنى الجميع نو النقطة بمعنى الباقي نو النقطة وح حددين وسياق يلهذين يقول بمشى تاجنت هذا وحاويا أعماش إذا الكيدوية مركل له أعماش إذا الكاد حكم كلاسينا يأوسي وحويان ها إن الدنيا تمويان واجب كي كامر دعيا كم فكنا إذا آخر كليتي قال وجود دقي ساس في مركز ديان سلوا فسر دارت إن كليتي لا يعرف كذا هوش أي كاد على فرط وكاد دعوة إن النية لا صعدت ده حديث إنما الأعمال بالنيات هوي مركل له سيدا إنما الأعمال بالنيات شيخوان كلا قال إن أعماش وصائر الأعمال وحان رهينا عموم كانوا حالوا لجهدا الأعمال الواجبة والوجهدا المفروضة والوجهدا يأتي مباحة إيدي يكوي كلي ومتروكات كي يكو مجران كوها مباحة إيدي يكوى لغتك إيه من هيات كي إيه حدي آد كتكتوها ما تسميسو وحان لي جري هداد نير راعي سنة أجر باد هيني هداد نير راعينين أجر مهي ليسيد بكرد قانتها أما عملك هدي واجب يا أدمي الرعيم وإذا قاموا الرعيم بكليتي والوجود الجنية والاسم هذا قال هركز مركب وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية ومسألة الكبار مسألة اللي بعد حيث تخلص بكير حيث إيش تخلص حيث إيش تخلص إن أنت إن تاهر كبحن واجباتك قصارا قيب حاجر علتان أدد حقوق ذو ذو علينيس واجبك وتعيس أمام قيب تلفت كذا من يوم وبعن سيدا قطع حولك سوى عدد ذو علينيسا والدي على الودي بيبا ذو علينيسا واجبك وتعيس أمام ذو علينيس واجبك لفت الكيس وحنيه وكايب هي مره هدان ليه وتنأجبات كده هديك أنك هدان علي سلاك سوى بدون نية وكاد عين
marka wasaayir al-a'maal waxaan dhahnay ku kala dhan saar waajibki laftirkiisa wax ka sii reeb sumayna fahm taasu yimar waay ee misalada labaad waxa weeye misaladu yiri haythu tukhlasu waxaana weeye amal waxa laga aqbali he goorta ilaahay u barah tirto khaalis wa naqdo liwajhi al-kariim wa naqdo cidna aadan la wadaajin ayadu soo dalishanay faman kaayna yarju liqaa rabbi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا عدنا هلا وذيجين المسألة ذاك له صدحات وحاويان مسألة يري فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول نية ذا قرم الله إيمان يسع نية ذا وح الله إيمان يسع عمل كأنت هذا جود الجلن كهر ما عمل شرط لن عمل كأنت هذا جود الجلن كهر بامس وعلى كلا قال وعلى كلا قال لا والله كلا قال لا بالضبط بين وشيء جنا ضابط كوكبه حاوي اعماش الله وين كلا قاضي او كلا قاضي وحن دهينا وميدون الشيخ وشيخ يشرح والضابط انما دخل فيه بفعله اشترطت فيه المقارنه كالصلاه وما دخل فيه بغير فعله لا تشترط كالصمت وهو مهم جدا شيخ وحن هدي وقت سي سمينتي اديغا فعل كاغو كغلي اول كدك هدي ادين وح كاب مدح بنان ويهينا أول كينا تكتب حواج جميع وقت صهر مرين كرتا صلاة قارمي هذه قلي ساي حوك هذه هوش هذه وحذنا وهذه فعل كهذا مركب بالله سما قرنس أول كديك ويسدا هذه مركب بالله أول كديك صامك هذا الشغل كملي سما قرنس حمار كرك الصعود ويا سما قرنس وقت جيسي وحيس ما مش مركب تقدم كوال بناني هاي صامك ولي من اللب على بناني هاي إن الظهرات اكتنا ولا بناني وبناني هاي هو عادي هذا واجب كون قرنس ها إن أتجدالك دكتنا أي بنانتا إن أتجدالك دكتا صامكي سنة ذاها سمع قرنيس مركا أنت هني وح كستا أدي ثمين هذا كوك جلينا مقارنة قصبها وح كستا ثمين هذا كوك جلينين المقارنة وح قصموها وحي راعيين مثل هذا صامك أصلوها شيخ الحر عينيا مسائل كلاها نحن يجري الزكاة دي إيو كفارة دي إيو أضحية دي زكاة هذا قف وكيلاتات كعكس يجب حياد لهذا مركز ميونيس ميدي وحبدي قسم وين على حريص محل دي جري كفارة دي إنه كاب حيو محل دي جري أضحين وكجورع هولها صرنا سكر الضابط كلام نسمين كرا محل لهنا وروح كستون نيابة أي قشة وقف وكيل وكعن نقن كرسي ما جرنيس محل دي جري مقارنة دي أول كنا دكتور حواجي ما قسم وح كستون وين الجلنا محل لهنا وحاجة لأن كونا رضنا وحاجة إيش نيابة قلي تاس نواد واضليه كرتا المهم عمل كده أعماش السيئة فربضان تواينات وأتي بها مقرونة بالأول مثل هذا كلا قدام بيساء أفراد حاويان استدامة النية ما شرد بها مثل شرد ما عمل كي إنه كمحل يجري وفرد كيسي وكارد عام وحا قصب ها النية سوما إنها صلاة دي هدا أنقلي إنه عشها أها ان بلو غمر كدنيوت نيدا اني حاضر اهات الى السلام عليكم واجمي ام سواجم ام هرت واجمي او ما حيت وا اسك في عنت واصلنا اجر واد كير نيدا هدا كنترول شاد الا انت هيست حزت الثواب كاملا في الاخر هدا كنترول ويدا سال او غشنا السوق يا غنعسي عاد غشنا هدا مركا وحبا كان مستقيم بك دغنت هي هوش سو دغيسه ما فهم تاسوي ونيه والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تكمل وحير ونية النية هي والقول قول ثم العمل عمل نية هي قولك هي عملك أو بغير وفق سنة سنة وافقتان كاد أن لهين لا تكمل مرة ما يستر ما يسوى لمن تحقلين يو لا تقبل بأن الإحفظي يا قرنت لا تقبل سمام ها تعسان كسي ونكسن ماشي هوسه مركي لا والله تنقل هؤلاء هنا صوم مريسوي معناه هذا يحاول الشيخ سنية الله جمع صار شاكنه سو قول الله جمع صار شاكنه سو عمل الله جمع صار شاكنه صدق ذبا وأين يوافقان هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأين يوافقان هدي يوافق ويان صومها لما أقبل يوم هذا القرآن كشيخ شارح أوكيني وادركته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الذين يتبعون الرسول النبي الأمية من أحدث في أمرنا هذا وأذكرنا قولك فضيل بن عياض عجيبك لا يقبل الله العمل إلا إن كان خالصا صوابا لا وضع إن لقيه لنبو عمل كؤس وكؤلوا أقبله قيل وما إخلاصه قال أن يكون لله وسوابه أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
marka inaad labada laga helay weeyeen amal aan labada laga helin la tuqbalu la takmulu la tu'tabaru kulba waxa doonidhe intaas aan ku soo gabagabeynayna adaw billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ala rasulihi alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.